أبو محمد هذا الرأس بنفتح لك بالطريقة المضبوطة اللي أنت طلبت نصوره لك، واترك عنك هذا اللي حطيته في الواتساب حق فرنس اللي فاتح الرأس بمفتاحين، تقول كأنه فاتح خزانة بنك. هو ما يحتاج مفتاحين، يحتاج مفتاح واحد. تشيل هذا، هو هذا المفتاح، وتكسر أسنانه، مو زيه هو رايح غاز الأسنان في المخ الخروف، وتجي وتكسر من هنا. شوف هذا هو القفل حقه، شفته كسرناه القفل منه، وتجي من هنا بعد وتاخذ القفل الثاني هذا ها شوفه، وتكسره كذا، وتجيه من تحت هنا الستيب نمبر 3 وتفتحه كذا. شوفه، بسم الله، ايوه خلاص ها انفجر. شوفه هذا المخ حقك، شوفه هذا هو، شوفه طالع ومكسور واحلى ما يكون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.